بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الجزء التاسع من برنامجنا في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات. مواصلين في برنامج المخزون وتكاليف المخزون، هنتناول إن شاء الله تكملة لسياسات التخزين وعمليات المخازن. هنشوف اليوم إن شاء الله تكاليف المخزون اللي هي الانفنتوري كوست. تكاليف متعددة يمكن أن تفي بمتطلبات إدارة المخازن، يمكن أن تعرقل العمل، يمكن أن تجعل هنالك تكاليف في غنى عنها المؤسسة، ويمكن أن تجعل منها عدم رضا للعميل، ويمكن أن تؤثر في الإنتاج بشكل مباشر. لابد من التحكم في هذه التكاليف ومعرفة أبعاد هذه التكاليف وكيف تؤثر على الإنتاج وكيف تؤثر على العميل وكيف تؤثر على البروسيس العمليات. أولا، لماذا تؤخذ تكاليف حيازة المخزون في الاعتبار؟ لأن إحنا بناخذ مسألة المخزون دي في إطار أنشطتنا في الإنتاج وفي كل البروسيس الخاص بالسبلاي تشين. نعرف أنه تشكل تكاليف المخزون قيمة هامة من تكاليف اللوجستيات في عديد من الشركات، شركات بتصنع سيارات، شركات بتصنع أدوية، شركات تعمل في مجال البترول وغيرها. فالتكاليف دي تعتبر هامة وتكاليف تؤثر في إطار عمل اللوجستيات. أيضا نجد مستويات المخزون تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للولاء. العميل نحن بنرضيه مقابل هذه التكلفة التي تصرف على المخزون والتي توفق وتحسن وتطور من عمليات المخزون، وبالتالي تكون هنالك إمداد، وبالتالي تكون هنالك إنتاج، وبالتالي تكون هنالك وصول خدمة ومنتج للعميل، وبالتالي يكون في إرضاء. قرارات المفاضلة التريد أوف ده في مجال اللوجستيات بتعتمد وتؤثر على قيمة تكاليف حيازة المخزون. عندنا عدد من تكاليف المخزون. أولا، تكاليف حيازة المخزون الـ Inventory Carry Out أو Carrying Cost، هي تكاليف حيازة المخزون في إطار حفظك لكمية من المواد الخام وغيرها، إن شاء الله هنشوفها بالتفاصيل كل هذه الجزئيات. كذلك لدينا تكاليف الطلب والإعداد الـ Order Setup Cost، وكذلك تكاليف نفاذ المخزون الـ Stock Out Cost، وكذلك تكاليف حيازة المخزون العابر Transit Inventory Carrying Out أو Carrying Cost، هي برضو تكلفة في إطار حيازة الكمية المخزنة لديك في الشركة. تكاليف حيازة، هنشوف الأجزاء دي كلها بالتفاصيل. تكاليف حيازة المخزون، أولا اللي هي الـ Inventory Carrying Cost، هي تكلفة حيازة، أولا التكلفة التي تكلفها المنشأة من خلال حيازتها لبعض المواد أو البضائع. تكلفة المخزون بتعتبر تكلفة متغيرة تتناسب مع متوسط عدد الوحدات المخزنة أو متوسط القيمة الكلية لهذا المخزون، وبالتالي تتناسب بشكل طردي. عندنا تكلفة رأس المال الـ Capital Cost، أحيانا تسمى بتكلفة العائد أو الفرصة الـ Interest or Opportunity Cost، وهي تكلفة وجود جزء من رأس المال مرتبطا بالمخزون عندك في الشركة في المؤسسة، وتمثل قيمة كبيرة في من التكلفة الكلية بالنسبة للمخزون. وكذلك لدينا تكلفة فراغ التخزين الـ Storage Space Cost، وهذه تشمل تكلفة تداول المخزون أثناء الدخول وأثناء الخروج، جبت مواد أو طلعت مواد من المؤسسة، وكذلك تشمل مصاريف التأجير إذا كان أجرت عمال، إذا كان أجرت معدات وغيرها. وكذلك تشمل تكاليف ضمن هذه التكاليف الخاصة بفراغ التخزين، التكييف، الإضاءة، وبتختلف هذه التكاليف من حالة لأخرى في أنشطة إدارة المخازن. كذلك ضمن تكاليف حيازة المخزون لدينا تكاليف خدمة المخزون Inventory Services Cost، وهذه التكلفة تشمل التأمين وتشمل كذلك الضرائب
وهي بتختلف كثيرا من منتج لآخر. لدينا التكاليف لتأمين يعني معدات أو تأمين ممتلكات للزبائن، وكذلك الضرائب التي تدفع للحكومة، كل هذه تعتبر تكلفة أو تكاليف خدمة بالنسبة للمخزون، أو بنسميها تكلفة خدمة المخزون. أربعة، تكاليف مخاطر المخزون، وهذه المخاطر اللي هي الـ Inventory Risk Cost، وهي تكلفة ناتجة عن احتمال تغير سعر العملة، مثلا العملة اتغيرت. وكذلك ممكن تكون تكلفة ناتجة، كلها عبارة عن ريسك، وكلها عبارة عن مخاطر بتتحملها المنشأ. وبرضه تشمل تكلفة مدة التخزين، مدة التخزين إذا طالت بدون بيع أو استخدام قد ينتج عنها أن يصبح المخزون غير قابل للاستخدام، وبالتالي تهبط قيمة هذا المخزون. على سبيل المثال، أنت مخزن مثلا ملابس أو يعني أقمشة، وبالتالي الموضة مثلا تغير اللايف ستايل بتاع الناس من خلال الموضة، تتغير هذه الأقمشة، فبالتالي تكون مخزن عندك ساكن أو من غير أي من غير فائدة، وبالتالي تؤثر على مستوى البيع ومستوى التصرف في هذا المخزون. كذلك الفواكه الطازجة تكون قاعدة عندك وتكون تسبب أو تتسبب بتلف، كذلك الخضروات وأيضا المنتجات الصناعية قد تتعرض لذلك بالإضافة للتكلفة الناتجة عن تكلفة مثلا في التلف أو السرقة، كلها ممكن تكون تكاليف للمخاطر. فبالتالي نحن نضع ريسك مانجمنت، نظام بتاع إدارة مخاطر، في إطار يعني المحافظة على الستوك، محافظة على المخزون دي من أي مشكلة، إذا كانت سرقة، إذا كانت تلف، إذا كانت تغيير في سعر العملة زي ما ذكرنا، إذا كانت في تغيير في موضة أو تغيير في سياسات في إطار التخزين. تكلفة الطلب أي الإعداد للمخزون، الـ Inventory Order Setup Cost، وهذه التكلفة تشمل تكلفة طلب في إطار طلب للمواد، وطلب تكلفة كميات إضافية من المخزون. في إطار هذه التكلفة لدينا تكاليف ثابتة زي نظام المعلومات كمثال لنظام المعلومات الـ Information System، وبرضو كتكلفة ثابتة التكنولوجيا المستخدمة المساعدة في الأنشطة المتعلقة بوضع الطلب. عندك نظام بتحدثه، معلومات، بيانات بتجي عليها كل مرة تحاول تحدثها وتحاول تحسن من عملك. عندنا تكاليف برضه متغيرة طبقا لعدد الطلبات. احنا ما ذكرنا قلنا تكلفة الطلب هي تكلفة طلب كميات إضافية من المخزون. فعندنا تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. المتغيرة مثل مراجعة مستويات المخزون، احنا بنعمل انبوت ريفيو او اوتبوت ريفيو، في كل فترة بنراجع مستوى المخزون اذا كان مثلا وصل لمرحلة انها تكون ما مؤمنة، او مرحلة ممكن ما تسعفنا، او مرحلة متوسطة او تكون سيف. كذلك ضمن هذه التكاليف تجهيز امر الشراء، احنا بنجهز سياسات او اوامر وريكويست للشراء لكي نشتري المواد اللي نحن محتاجين لها او المواد الخام. كذلك تجهيز تقارير استقبال المخزون في اطار سياسات التخزين، بنجهز تقارير وبالتالي لكي نستقبل الكمية اللي نحن عاوزينها. كذلك تكاليف متغيرة زي تكلفة المراجعة والتفتيش عن المخزون قبل الطلب، نحن بنتأكد من سياسات التخزين، بنتأكد من الكمية المخزنة، بنتأكد من خلال التفتيش من الديفكت والسياسات والإجراءات والعمليات الخاصة في التخزين إذا كان فيها مشكلة أو تجاوز أو استثناء أي ديفكت، بنتأكد منها من أي تجاوز أو خطأ. كذلك ضمن هذه التكاليف عندنا تكلفة تجهيز وإعداد مستحقات الموردين. الموردين اللي بيجيبوا مواد خام عندهم مستحقات وكذلك لشركتهم، فبالتالي أي مورد من خلال نشاطه نحن ممكن يعني نحاول نحدد هذه التكلفة ونجهزها وبالتالي نضعها في حيز التنفيذ. كذلك ضمن تكلفة الطلب والإعداد للمخزون لدينا تكلفة الإعداد الستاب كوست، وهنا تكلفة تغيير أو تعديل العملية الإنتاجية
الإنتاجية أو عملية التجميع لتسهيل التغيرات في خط الإنتاج، أي متغير في خط الإنتاج في إطار أجهزة جديدة، في إطار عمليات جديدة، سياسات أو إجراءات وغيرها في إطار خط الإنتاج. في هذه الحالة عندنا تكاليف ثابتة وعندنا تكاليف متغيرة وطبيعة تكلفة الطلب في إطار السياسات الخاصة بالإعداد المخزون. تكاليف ثابتة مثل استخدام المعدات الرأسمالية اللازمة لتغيير التسهيلات الإنتاجية، أي معدات نحن نستخدمها في إطار عمل أو في إطار الإنتاج وفي إطار تحسين وتطوير الإنتاج عندنا في الشركة أو في المؤسسة. وعندنا تكاليف متغيرة هي كتكاليف العمالة المستخدمة في الإنتاج أو في تغيير التسهيلات الإنتاجية. طبيعة تكلفة الطلب والإعداد المخزون ممكن يعني نوضحها بإطار عدد مرات الطلب التي تؤثر على التكلفة الكلية، يعني عدد المرات اللي بنطلبها من المخزن ومؤثر وتتأثر أو تؤثر هذا على التكلفة الكلية السنوية للمخزون، الكمية اللي احنا بنكون شلناها خلال السنة واستخدمناها في الإنتاج واستخدمناها في العمليات الإنتاجية. التكلفة السنوية لطلب المخزون وإعداده تتناسب عكسيا مع حجم الطلب أو طول مدة الدورة الإنتاجية، وهي من الطبيعي أن تتناسب هذه التكلفة السنوية والإجراءات والأنشطة بتاعتها تتناسب عكسيا مع حجم الطلب، الكمية اللي احنا بنطلبها خلال السنة أو خلال فترة الإنتاج أو دورة الإنتاج. وأيضا تكلفة إعداد الطلب للمخزون ستكون غير مؤثرة في المستقبل بسبب الاتجاه السريع إلى استخدام النظم الآلية لإعداد وإدارة الطلبات. هيكون في نظام بتاع Information System، هيكون في نظم سريعة ودقيقة ونظم تؤثر على التكلفة بشكل مباشر، وهذه التكنولوجيا ونظم المعلومات تؤثر بشكل مباشر الآن بنستخدم أو تستخدم المخازن يعني نظم عالية الجودة ونظم عالية الدقة في إطار تحسين وتطوير العمليات، فبالتالي ما تكون في تكلفة عالية إلا تكلفة هذه العمليات أو تكلفة هذه التكنولوجيا وغيرها، لكن بتقلل من العمالة، بتقلل من التدخلات، بتقلل من الأخطاء، بتقلل من التجاوزات والمشاكل. إدارة المخزون بالدفع أو الجذب، لو لاحظنا الشكلين دي عندنا جذب ودفع، إذا سمينا الـ A سميناها A و B، بنلاحظ في الشكل A و B. الجذب بمعناها إعادة التموين بناء على حاجة كل مخزن على حدة، بمعنى إحنا نخزن ونعيد تخزين هذه المخازن حسب حاجة المخزن وحسب حاجة الإنتاج والشركة. والدفع بمعنى نحدد الإمداد لكل مخزن، إحنا بنحدد الكمية لكل مخزن، المواد اللي بنجيبها بناء على التنبؤات والمؤشرات والمعايير اللي إحنا بنضعها في إطار يعني ملء المخزن أو في إطار يعني تخزين هذه المواد. فبالتالي في إطار إعادة التموين عندنا تنبؤات في كل فترة ونتأكد من المخزون، ولدينا مؤشرات ومعايير نقيس بها مسألة نفاذ المخزون ومسألة إعادة الطلب. وفي إطار الدفع نحن بنحدد كل الكميات اللي نحن محتاجين لها لكي يعني نمد المخزن ب أو في إطار إنه لكل مخزن بناء ندي المخزن الكمية بناء على التنبؤات والمؤشرات الواضحة. فبالتالي هنقول إيه تحديد الإمداد لكل مخزن وبإعادة التموين كما في الشكل. التكلفة المتوقعة لنفاذ المخزون، عندنا تكلفة يعني بنتوقعها في إطار عمل المخازن والتخزين لنفاذ الكمية الموجودة عندنا اللي هي Expected Stock Out Cost. تكلفة نفاذ المخزون هي تكلفة عدم توفر المنتج عند الحاجة عليه بواسطة العميل. العميل ده لما يجي يطلب بيلقى الكمية ما موجودة، دي بنسميها تكلفة نفاذ المخزون. رد الفعل أو رد فعل العميل في حالة نفاذ المخزون بتكون الآتي:
ممكن يقبل بالانتظار حتى يتم توفير المنتج في المستقبل، ينتظر تقول له يوم يومين، ينتظر لحد ما يعني تتوفر الكمية المطلوبة. أو ممكن يشتري نفس الصنف أو بديل من شركة أخرى منافسة، وده بالنسبة لك برضو هيكون مشكلة. إذا كان انتظر والانتظار فترة طويلة هتكون مشكلة، أو شاف شركة بديلة هتكون بالنسبة لك مشكلة أكبر. ومن ناحية الإمداد المادي، فإن نفاد المخزون قد يترتب عليه توقف بعض الماكينات عن الإنتاج أو حتى توقف الإنتاج نهائيا، فبالتالي تترتب عليها هنا أخطاء وتجاوزات ومشاكل لا ترضي العميل. مخزون الأمان سيفتي ستوك في إطار التكلفة المتوقعة لنفاد المخزون، والهدف من مخزون الأمان هو الحماية ضد أي تغيرات غير متوقعة في حجم الطلب. إحنا بنقدم كمية عشان لو حصلت أي تغيرات إحنا نكون عندنا الكمية الموجودة، تغير في السياسات، تغير في الأسعار، تغير في كذا، وبالتالي أي تغيرات متوقعة في حجم الطلب أو مدى الترويج. تحديد مستوى أو كمية مخزون الأمان يعتبر من الأمور الصعبة. نجي نحدد الكمية تحت المخزون، دي أمر صعب. عندنا أدوات ومعايير ومؤشرات، وعندنا قياس للسوق وقياس للكميات الموجودة في المخازن الأخرى، وكثير من العمليات لابد من وضعها في الاعتبار. كذلك تكاليف حيازة المخزون بتنطبق على المخزون الدوري ومخزون الأمان كل فترة احنا مطلوبة، كذلك المخزون الموجود عندنا في المخادن، فبالتالي دي تكلفة لحيازة المخزون. أيضا ضمن التكلفة المتوقعة لنفاذ المخزون عندنا تكلفة فقد المبيعات cost of loss sales، وهذا الفقد يعتبر بالنسبة لك مشكلة، ويعتبر بالنسبة لك يعني تترتب عليها إجراءات أخرى يمكن تكون بالنسبة للمؤسسة غير مرضية. إذا ضمن تكلفة فقد المبيعات تحديد التكلفة المترتبة على عدم توفر صنف ما في المخزون، احنا بنحدد التكلفة لأنه في منتج أو في كمية ما موجودة، فبالتالي مطلوب للبيع يعتبر، أو هذه الكمية أو هذا الصنف في المخزون ومطلوب للبيع يعتبر أكثر تحديا مقارنة بتحديد تكاليف حيازة المخزون. ونجد أن نفاد المخزون يعتبر من الأمور الأكثر أمور يعني حرجة في حد كبير عند الإمداد بنظام خطوط التجميع للمنتجات الجاهزة. يعني مجرد ما المخزون ده نفد معناها عندك مشكلة حرجة ومخاطر كبيرة تترتب عليها، من ضمنها عدم إرضاء العميل، من ضمنها توقف الإنتاج أو قلة الإنتاج، من ضمنها عدم وجود بيع بمعنى ما في عائد، من ضمنها يعني تكون هنالك إعادة وترتيب ومراجعة ودي كلها وتفتيش، وكل دي بتترتب عليها كلها تكاليف. مثال مصنع معدل إنتاجه 1000 وحدة في خلال الساعة. المصنع دي عندما يكون المكسب 100 جنيه لكل وحدة، فإن التوقف 4 ساعات يعني خسارة 400,000 وحدة. المصنع ده لما يتوقف أو مصنع معدل إنتاجه 1000، عندما يكون المكسب 100 جنيه لكل وحدة، فنجد لما المصنع ده يجيب 4 ساعات معناها خسر 400,000 جنيه. علاوة على مرتبات العمال، نضيف على مرتبات العمال والتكاليف الثابتة وغيرها الأوفر هيد كوست، التكاليف الأخرى اللي ممكن تضاف، فبالتالي هتكون تكلفة إضافية وهتكون عبء على المؤسسة، وبالتالي المؤسسة كما ذكرنا في غنى عن كل هذه التكاليف، واقتصاديات الأعمال دائما بتقوم على تقليل هذه الخسائر، وبالتالي لابد من عمل معايير وضبط هذه السياسات الخاصة بالتخزين. حساب تكلفة فقد المبيعات من وجهة نظر العميل غالبا ما يكون أكثر صعوبة، عشان كده بنلقى في تطبيق لنظم وتطبيق لعمليات تسهل هذه السياسات، وبالتالي لصعوبة يعني حسابات وصعوبة العمليات التي تجرى. فهنالك نتائج 3 حتمية لنفاذ المخزون. إذا المخزون ده نفذ عندنا 3 حاجات ممكن تحصل لنا. أولا الطلب الخلفي اللي هو الباك أوردر، رفض الطلب، ممكن نرفض الطلب أو العميل يرفض الطلب. 3 حاجات دي تترتب على العميل.
أو فقد المبيعات، نحن بالنسبة لنا أو نفقد المبيعات ونفقد الزبائن أو فقد العميل، فبالتالي النتائج تترتب على المؤسسة وتترتب على العميل، عدم رضا بالنسبة للعميل هنفقد نحن كشركة، هنفقد المبيعات وما حيكون عندنا عائد، والعميل هيرفض الطلب أو نحن ممكن نرجع الطلب بالنسبة للعميل، وهنا هيكون في عدم رضا في إطار هذه السياسات. لدينا كذلك تكلفة المخزون العاجل inventory in the transit carrying cost، وهذه التكلفة الخاصة بالمخزون العابر تكون داخل وصاية النقل المحتملة، ويعتبر أقل وضوحا من كل من تكاليف حيازة المخزون داخل المخازن، وكذلك تكاليف إعداد الطلب، وكذلك تكاليف نفاذ المخزون بسبب قصر زمن الترانزيت، وبالتالي التكلفة دي بتكون واضحة و أقل وضوحا من كل التكاليف السابقة. عند تحريك المخزون فإن الشركة تستمر في ملكية المخزون حتى يصل للعميل، من حرك المخزون دي الشركة تتحرك بيه، أو الشركة تستمر في ملكية المخزون حتى إنه المنتج أو البضاعة دي تصل للعميل، والشركة يجب أن تأخذ في الاعتبار الجزء الخاص بزمن التوريد في تكلفة حيازة المخزون، وهنا لدينا مفاضلة بين تكاليف النقل وبين تكاليف حيازة المخزون العابر. عندنا ما يسمى المركبات الأربعة لتكاليف حيازة المخزون، وتنطبق على المخزون العابر الموجود في الترانزيت. هذه المركبات الأربعة تسمى تكلفة، أو التكلفة الاستثمارية اللي هي الشركة بتمتلك المخزون العابر، وعندنا برضو تكلفة فراغ التخزين بمعنى إنها موجودة ضمن تكاليف النقل، وكذلك تكلفة خدمة المخزون بمعنى تكلفة التأمين، وكذلك تكلفة مخاطر المخزون كمخاطر أقل عندما يكون زمن الترانزيت قصير. كل هذه الاعتبارات نضعها في تكلفة المخزون العابر، وبالتالي نضع معايير ومؤشرات واضحة للتحكم في المخزون العابر اللي هي بتكون داخل وسائط النقل المختلفة. تقويم فعالية إدارة المخزون، عرفنا التكاليف وعرفنا العمليات المترتبة عليها، عايزين نقوم فعالية إدارة المخزون، نوفر معايير وأدوات نقدر نعرف إنه بأي مؤشر وبأي يعني أداة نحن نقدر نعرف فعالية إدارة المخزون، evaluating the effectiveness of the inventory management. أولا نعرفها أو نقوم من خلال سرعة دوران المخزون، واللي هي inventory turnovers، وهذه الدوران أو سرعة الدوران مقابل إنها تقاس أو تقيس سرعة دوران المخزون، وفي هذا الإطار تقاس سرعة دوران المخزون بالقيمة المالية للمبيعات مقسمة على القيمة المالية لمتوسط المخزون، وتكون في المتوسط كالآتي، بمعنى دوران المخزون دي نقيسها بالقيمة المالية للمبيعات، وبتكون مقسومة على القيمة المالية بالنسبة لمتوسط المخزون. في المتوسط بتكون كالآتي: من 5 ل 10 في السنة للعديد من الشركات الصناعية، ومن 10 ل 20 مرة في السنة للشركات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة. والسرعة يعني العالية لدوران المخزون مع الاحتفاظ بمستويات الخدمة المقدمة للعملاء تتطلب وجود خدمة نقل ذات اعتمادية عالية ومنظومة متطورة لتشغيل الطلبات. أساس إنه نصل لمعدل دوران عالي إحنا محتاجين نظم، محتاجين سياسات، محتاجين عمليات، محتاجين تطوير تحسين لسياسات التشغيل، النظم المتبعة عندنا، النظم المطبقة عندنا، وعندنا برامج، عديد من البرامج اللي ممكن تكون موجودة في إدارة المخازن، برامج في الإكسل، نظم توضع في الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي تسرع وتحاسب وكذلك تسهل من عمليات الدخول والخروج، وتحافظ على معدلات المخزون، بتديك مؤشر واضح لأنه في نقاط في المخزون، لأنه بتديك تنبؤ واضح، وكل هذا من خلال نظام
المعلومات السيستم انفورميشن وكذلك الديتا اناليسيس وغيره. ايضا نسبة المخزون للمبيعات ratio of the inventory to sales. في المنظومة الفعالة لإدارة المخزون تنخفض نسبة المخزون للمبيعات، عندما كل ما كان عندك مخزون كمية كبيرة فبالتالي تكون عندك تكاليف. عندما يرتفع المخزون بمعدل يساوي أو أسرع من المبيعات فإن سياسة المخزون تحتاج لمراجعة. أنا عندك مشكلة، المخزون لما يكون عندك بكمية كبيرة ويرتفع أكثر من المبيعات معناها أنت محتاج مراجعة، محتاج توضيح أخطاء وتجاوزات ودية ناتجة عن مشاكل موجودة في إطار عمل التخزين. ضمن سياسة التقويم كذلك نحن نقدر نقوم فعالية إدارة المخزون برضا العميل Customer Satisfaction، وده معناها مدى ولاء العميل وحرصه على التعامل مع الشركة. العميل ده موجود راضي معناها هنا نقدر نقوم من خلال فعالية إدارة المخزون. خبرة الشركة في معدل إلغاء طلبات الشراء بواسطة العملاء، وكذلك عدد مرات حدوث نفاذ للمخزون عند وجود طلبات للعملاء، وكذلك وجود موردين ذو مواعيد توريد منتظمة ومنظومة نقل يمكن الاعتماد عليها، ودي بيساعد على تحقيق رضا العميل. كل هذه الجزئيات وسعت كثير من السياسات والعمليات في الجودة لرضا العميل، وكذلك يعني تسعى كل نظام السبلاي تشين لرضا العميل من خلال رفع ولائه، من خلال وضعه في حيز الرضا، وكذلك البحث عن مستوى رضاه العالي. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وهنواصل في إطار سياسات السبلاي تشين وسياسات اللوجستيك، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.